فبالنسبه للسلعه راه الحمد لله الخير موجود، السلعه متوفره الحمد لله. راه الطلب اللي قالها كاين، هاد العواشر هادي راه تيكون شويه الضغط شويه كيصبروا الناس كتزاد واحد شويه، ولكن الامور غاديه الحمد لله. اللهم لك الحمد، كلشي الخيولات موجوده والسلعه هي جايه دروكا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كاين المون، كاين الكيوي، كاين الاناناس، كاين بوهويد، كلشي السلع والمسائل الفواكه الصيفيه حتى هي جايه ان شاء الله. الامور غاديه، الدلاحه هو كاين، المنين كاين، الخوخه هو جاي، الشهديه جايه، والخيولات هي موجوده. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا البلاء هذا. بالنسبه للاثمنه دابا هاد الوقيته هادي راه شويه كاين زايده شويه واحد شويه، ولكن ما غاديش يبقى هاد الشيء هذا، غادي ترجع المسائل النصاب ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا الاثمنه منطفعه شويه بالنسبه للمواطن، لان السلعه بعدا اولا كتكون قليلة في هذه الفترة هذه وكيكون عليها الطلب كثير. هادشي باش دروك هاد الوقيتة هادي راه زايدة شوية السلع، ولكن إن شاء الله واحد اليومين ولا ثلاث أيام غتعاود ترجع المسائل لبلاصتها والكادية كلشي. راه ما كاينش، الأمور غادية هي راه الوقت دابا اللي تتعرف أنت المناسبة ديال العواشر كي تيكون داك الضغط شوية. هادشي اللي عطى الله هو الليمون واجد الحمد لله، كاينة وفرة هذا العام والثمن مناسب وبالانواع جاولوا كلها هما، يعني كاين اربعه الانواع، كاين نابيل، كاين فاليسيانا، كاين ساليسيانا، كاين سانغين. ولكن المسائل اللي واجده دابا هي ساليسيانا وسانغين. فاليسيانا باقي لها واحد الشهر ولا شهر ونص من ما توجد، نابيل واجد. المهم الثمن مناسب، وبالنسبه للثمن ديال الدرهم كاين 3 دراهم و20، 3 دراهم ونص العصير، نابيل 4 دراهم، 4 دراهم و20. يعني المواطن كاين هذا العام الحمد لله الوفره كاينه، العرض اكثر من الطلب. كاين فاش يتخيل الحمد لله المواطن، يعني كاين كل شيء الحمد لله، والثمن مناسب ماشي بحال هاد السنين. هاد السنين كانت 4000 3600 كاينه، فهمتيني؟ دابا كاينه 70 درهم ولتحت، واليوم كاع اليوم راه كاين واحد القضيه، اليوم الخميس راه كاين 1360 درهم، يعني ماشي مناسب، فوت مناسب ليه. انسان كاين فاليسيانا، ساليسيانا، اومليل، عصير، نابيل ديال الماكله، وكل حاجه بثمنها. الشيء اللي كاين كان الفلاح تبيع للمساكين، والمساكين تبيعوا لها ثمنها. الشيء اللي كاين في السوق، كل شيء ياكل، كل الكبير ولا الصغير. الثمن من كاين 10 فرن 90 درهم. كاين 100 درهم، كاين 70 درهم، كاين 65 درهم، كاين 90 درهم.